لما تيجي تستنى العوض استنى من ربنا، ما تطلبش حاجة من حد، استنى العوض والخير من ربنا بجد. ناس كتيرة بتخدم، ناس كتيرة بتعمل حاجات كتيرة قوي لله، او تخدمي حد او تشيلي حد في مرضه، اوعي تستني منه حاجة، استني الخير والعوض من ربنا. واحدة بتقول لي يا ماما نونة انا اتجوزت 15 سنة، 15 سنة وجوزي يوم الفرح عم حصلت له حادثة كبيرة، ورقت 15 سنة، 15 سنة وانا بدعي في كل صلاة بقول له يا رب رجع لي جوزي يقف على رجله تاني، بهم اهلي وصحابي وجيراني وكله قولي لي ما تدفنيش نفسك معاه، ده مرحلته كبيره قوي، سيبي اهله. وانا اقول ابدا عمري ما اسيب جوزي، ازاي ده انا بنت اصول يا ناس، ازاي ان انا اسيب جوزي في المحنه اللي هو فيها دي. وكمان انتوا عارفين ان البيت العيله بيبقى كله خدمه، بتخدم حماتي واخواتي وكله، وجوزي واشيل فيه واحط فيه وادخله الحمام واحميه واعمل كل اللي مطلوب مني لحد بعد 15 سنة. أيوة ربنا سمع نداية وسمع إن أنا كنت بدعي في كل صلاة وعيط وأقول له وقف لي جوزي على رجلي يا رب. الحمد لله جوزي وقف على رجله، والحمد لله بقى إنسان طبيعي وكويس وكل حاجة. أقول لك يا ماما نونة إن أنا نسيت من 15 سنة إن أنا أبص في المراية، إن أنا أشوف تجاعيد وشي، إن أنا أشوف إن أنا كبرت ولا ما كبرتش، أنا نسيت كل ده. بس فرحت قوي وقلت خلاص بقى جوزي هيعوضني، جوزي بقى هيقول لي يلا نقوم نعمل شهر عسل ونسافر ونروح هنا ونروح هنا وعوضك اللي فاتك كله. انما للاسف اول جوزي ما وقف على رجله للاسف قال لي لامه انا عايز اتجوز، انا عايز اعوض نفسي ال 15 سنه اللي انا رقدتهم. وللاسف برضو ان امه وافقته قالت له ايوه يا ابني ايوه يا حبيبي عوض بقى عوض الفرقده دي كلها. محدش بص لي، محدش بص ان انا 15 سنة وانا بشيل في واحد مريض، بشيله وبحطه بعمل كل اللي ربنا قال لي عليه ووصاني بيه من يمة جوزي 15 سنة. وجاي دلوقتي بدل ما تقول عوض اللي شالتني، لا عايز يعوض نفسه، هو عايز يتجوز. قلت له خلاص انت عايز تتجوز انا برياك من كل حاجة، مش عايزة اي حاجة، حتى هدومي اللي اخواتك كانوا بيستعملوها انا مش عايزه اي حاجه، ولا هدومي ولا قيمتي ولا حاجه، بس اتطلقني. وبعت لاخويا وتم الطلاق ووافقوا على طول ان انا ممكن اتطلق. وانا ماشيه مش هقول لك دموعي بتنزل، لا قلبي بقى ينزف، بقيت حزينه قوي على نفسي على 15 سنه ان انا خدمت بيه فيهم الانسان ده. وانا ماشيه قابلني جامع وقفت على بابه وتنيت نعيط واقول له يا رب يا رب راضيني، انت اللي شايف وانت اللي عالم ان انا ما عملتش حاجة وحشة، ان انا ما عملتش حاجة وحشة في حد ولا عملت حاجة وحشة في جوزي، والنبي يا رب تراضيني والنبي يا رب تكبر بخاطري. رحت البيت عند اخويا، من والدي ووالدتي توفوا، رحت البيت عند اخويا، اخويا قال لي الكتف ده زاد والكتف ده مية، اوعي تفكري ان انا عمري اسيبك. قلت له لا يا اخويا كل اللي انا طالبه منك ان شغل، ان انت تشغلني. قال لي شغل ليه، هو ده انا كفيل بيكي؟ قلت له لا، نزلت الشغل واشتغلت واهتميت بنفسي ورجعت انا بتاعت زمان، بتاعت من 15 سنه وانا واقفه على رجلي. اصل انا دلوقتي سني بقى 40 سنه، 15 سنه راحوا من عمري، عوضتهم عوضتهم في شغلي. واقول لكم المفاجاه ان ربنا رضاني، وزميلي لقيته جاي بيقول لي انا عايز اتجوزك، بس ايه انا في عيب واحد بس، ان انا اتجوزت قبل كده وما خلفتش ومش هخلف، توافقي بيا؟ لقيت نفسي بقول له ايوه ايوه موافقه. راح واتقدم لي وعمل لي فرح كبير اكني لسه عروسه. وبعد الجواز بثلاث اربع شهور راح مفاجئني بعمره كمان، رحنا العمره انا وهو، واول ما شفنا الكعبه بقينا نعيط قدام الكعبه ونقول له يا رب يا رب رضينا يا رب ادينا يا رب. عملنا عمرتنا وروحنا، وبعد ما روحنا بثلاث اربع شهور تعبت، رحت للدكتور قال لي انت حامل، بقيت مش عارفه اعمل ايه، المفاجاه كانت هتموتني بجد، والمفاجاه الاكتر اني لقيت نفسي حامل في توأم. والحمد لله ربنا رضاني رضا كبير قوي قوي بزوج صالح واولاد صالحه الحمد لله.